اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. بالنسبه للمقابله ديال لالي، نهضروا على لالي قبل ما نلعبوا، نهضروا على الروتور. مقابله لالي كل شيء شاف الطريقه اللي باش لعبوا بها الوداد، لعبوا بطريقه رزينه، كانوا في المستوى العالي، كانوا بعد الاخطاء ديال، كانوا بعد اللاعبين اللي كنا معولين عليهم ما كانوش بحال هكا حناش اللي كنا معولين عليه، تقريبا واحد معولين عليه هو المنرجو اللي غادي يوصل البوطو، ماشي ما كانش غير الطريقه اللي باش لعبوا ترجي، ما لعبوش كره، جاو لهنايا جاو كيقلبوا على نتيجه التعادل باش يديوها معاهم تماك، يمشوا على الاقل يمشوا اقل ضرر. للاسف الوداد كانوا احسن منهم وسيطروا، كانت سيطره مطلقه، كانت تشوفوا الترجي رجعوا كلهم رجعوا للوراء. هنا كنا هنا ما كاينش الشخصيه ديال الفريق باش تجيب فرقه بحجم ديال الترجي. الفرق الكبرى ما كترجعش للور، خرج لعب كره، لا بغيت تلعب الكره، رجعوا سدوا المنافذ كامله، سدوا على لي زاريار، سدوا على كل شيء باش يدوا نتيجه ايجابيه، ما داوهاش. الحمد لله تاتى لينا، سجلنا الهدف، وكنا نسجلوا الهدف الثاني موراه بشي 4 دقائق ولا 3 دقائق، كنا نسجلوا الهدف الثاني ديال البحري. المهم حنا بخلاصه ديال الشيء هذا، الوداد كانوا في المستوى العالي، الوداد قنعونا، انا كجمهور الوداد كمحب الوداد قنعوني انا بعدا، كانت الكره جميله. الطريقه ديال سي راعي ديال رمزي اللي السكه الصحيحه، الوداد دخل دابا في السكه الصحيحه. دابا الوداد باقي خصنا واحد شويه ان شاء الله بالميركاتو، ان شاء الله خصنا واحد 10 واحد مونورجو اللي غيوصل، واحد دافا سونتر اللي ما غنطيحش من اللعابه اللي عندنا حنايا. دافا سونتر هذاك البحري تبارك الله مستوى عالي، البحري كان من احسن اللاعبين اللي كان، البحري كان ميور جور كان، ولكن خصنا شي واحد يدخلها يوصلها للشبكه. كنقول انا من هذا المنبر هذا كنقول الوداد غادي تكون، نقول الكلمه ديالها ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه لمقابله الروتور، هنا كنقول هنايا حنا سالت بروميير ميطا، هي هذه اللي لعبنا، ربحنا بواحد 0 في بروميير ميطا، كاينه الدوزيام ميطا، وكنعرفوا حنا فريق الترجي باش كيلعب، انا ما كيلعبش كره، كيلعب الخبز. كنقول لنا اللاعبين من هذا المنبر، كنقول اللاعبين ديال الوداد الحيطه والحذر، حنا راه ما ربحنا ما والو، ما رابحين ما حتى حاجه، نمشيو تماك ونديروا اللعب ديالنا، نديروا اللعب ديالنا، ما نرجعوش ليهم الله، خصنا نجيو على الاقل نمشيو نماركيو البيت تما. انا راه عندي يقين في هاد اللعابه ديالنا، حنا تبارك الله راه كتشوفوا اللعابه ناضجين في المستوى العالي، تبارك الله اللعابه ناضجين وكيعرفوا اش كيديروا. انا كنقول انا من هاد المنبر ان شاء الله بحول الله الوداد غادي تجيب واحد النتيجه ايجابيه من تماك ان شاء الله، وندوزوا للفينال ان شاء الله بحول الله 100% ان شاء الله. الوداد غادي يسجلوا تماك ان شاء الله بحول الله، الاخرين غيخرجوا يبغيو يلعبوا الكره. حنا راه عندك لاعبين ناضجين، ملي كتجبد بو سفيان وكتجبد الحتيمي وغيكون ان شاء الله الهولي راه في الفورما ديالو رجع عاوتاني، والميليو تيرا بلا ما ندوي معاك، ولا سي جبران ولا 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 حناش ولا 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 سميتو ولا 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 الدراوي، راه ميليو تيرا في مستوى عالي. والديفونس كتشوف عملود وعطيات الله راه هما اللي كيسجلوا لنا ديما، وابو الفتح ومشكور بابو الفتح وسي حركاس اللي كنتو في المستوى العالي، والجول تا هو اللي رجعنا في الماتش. انا من هذا المنبر نقول لكم راه الدراري كنتو في المستوى العالي ان شاء الله، حنا معولين عليكم ان شاء الله بحول الله باش تجيبوا لنا نتيجه ايجابيه ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى دوز يلعبوا الكره، الاخرين يلعبوا معنا الكره، وما يكونش خبط الكروي، ما يكونش شي حكه في المستوى العالي ان شاء الله بحول الله. الكاليفيكاسيون ان شاء الله غادي يجي من تماك ان شاء الله بحول الله. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.